وكما تلاحظون الشباب، الموارد بتزداد أمامكم مباشرة. تابعوا الفيديو كامل لمعرفة الطريقة. السلام عليكم شباب، اليوم راح نشرح أقوى وأحدث طريقة مضمونة لتحقيق تطبيق كليب كلابس وشحن آلاف الموارد مجانا وفي دقائق فقط. كل ما عليك أنه أنت تضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتابع الفيديو كامل. يلا خلوني نبدأ الشرح. فكما قلت شباب، سوف يمكنك تهكير تطبيق كليب كلابس وشحن آلاف النقاط مجانا وفي دقائق فقط. والطريقة التي سوف أشرحها هي طريقة بسيطة وسهلة جدا. ما راح تحتاج جيلبريك أو روت أو كمبيوتر أو برامج أو أي شيء، يعني طريقة بسيطة جدا ويمكنك تطبيقها في أقل من 3 دقائق. فكما تلاحظون شباب، هذا هو حسابي قبل تجربة الطريقة عليه. ليس لدي أي نقاط، سوف أجرب عليه الطريقة أمامكم مباشرة. يعني كل ما عليك أنه أنت تقوم بمشاهدة هذا الفيديو إلى النهاية بدون ما تفوت أي مقطع من الفيديو علشان تضمن أنه أنت تفهم الطريقة. تابع معي الفيديو إلى النهاية واتبع الخطوات. إذن أولا نقوم بالتوجه إلى هذا الموقع appsmoda.com. إذن هذا هو الموقع الذي يحتوي على مجموعة من التطبيقات. معظم هذه التطبيقات هي تطبيقات جد معروفة وجد شهيرة. موقع يقوم بالتعديل عليها، وذلك للحصول على ميزات لم تكن أصلا في التطبيقات الأصلية، أو لتحويل بعض الميزات الميزات المدفوعة إلى ميزات مجانية. إذن لا داعي لكتابة اسم الموقع، سوف أترك اسم الموقع وطريقة الوصول إلى التطبيق في هذا الشرح في التعليق المتمد. فقط إذا بلا التعليق المتمد ثم اضغط على الرابط وهو سوف يقوم بتوجيهك مباشرة إلى التطبيق في هذا الشرح. إذا هنا نقوم باختيار مثلا أحد التطبيقات التي سوف نقوم بتحميلها. أنا فقط سوف أريكم على سبيل المثال، ونفس الخطوات يجب اتباعها في الشروحات الأخرى وفي التطبيقات الأخرى. إذا أنا على سبيل المثال سأختار مثلا هذا التطبيق، تظهر معي هذه النافذة، وهنا كما ترى عدد الأشخاص الذين قاموا بتحميل هذا التطبيق وهم أزيد من 700,000 شخص، ومعظمهم وضع تقييم 5 نجوم، لأن معظم الأشخاص الذين قاموا بتحميل هذا التطبيق مراضون عن مزايا هذا التطبيق. إذا لبدء عملية التحميل يكفي الضغط على زر تحميل، ثم ننتظر من بضع ثوان إلى بضع دقائق، وذلك على حسب سرعة النت الخاصة بنا. إذا أنا سوف أقوم بإيقاف الفيديو ثم أعود لاحقا لإكمال بقية الشرح. وهون تطلع الرسالة بتقول إنه لازم نكمل عرضين علشان يتم إتمام العملية. بنضغط على العرضين ونقوم بإكمالهما. وطريقة إتمام العرضين جد سهلة وبسيطة شباب. كل ما عليك إنه أنت تقوم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك، وبعدين ننتظر شوي راح يوصلنا كود على الهاتف الخاص بنا. بنقوم بكتابة الكود اللي وصلنا في الموقع، وطبعا العروض بتختلف في كل بلد شباب، لكن ضروري جدا انه انت تكمل العرضين، لانه اذا ما كملتهما ما راح تشتغل معك الطريقة. نقوم بإتمام العرض الثاني بنفس الطريقة. والآن بعد ما انتهينا من إتمام العرضين شباب، بننتظر من 2 إلى 3 دقائق ونقوم بفتح التطبيق علشان نتأكد من أن الموقع حقا قد أرسل الموارد. وكما تلاحظون شباب، الموارد بتزداد أمامكم مباشرة، يعني في أقل من 3 دقائق من إتمامنا للعرضين الموارد وصلت. يعني هذه الطريقة شباب مضمونة 100% وشغالة على جميع الأجهزة الاندرويد والايفون. يعني كل ما عليك انه انت تقوم باتباع جميع الخطوات، وان شاء الله الطريقة راح تشتغل معاك 100% بدون اي مشاكل.
أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو. لا تنسوا التقطيع على زر اللايك والاشتراك في القناة.